الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما حكم قطع الأطفال الصغار للصلاة؟ الأطفال الصغار ما يقطعون الصلاة قطع بطلان، وإنما يقطعونها قطع إنقاص. فالإنسان لا ينبغي أن يسمح لأحد أن يمر بينه وبين سترته، فيجب عليه أن يرد من أراد أن يمر. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر: فإن معه القرين. وما وضعت السترة إلا لتمنع نقصان أو بطلان صلاة المسلم. فإذا كان الذي مر طفل صغير ذكرا كان أو أنثى، فإن الإنسان يجب عليه أن يمنعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى ولو يتقدم حتى يلصق بطنه في الجدار، فهذا لا بأس به، لأن تقدمه وحركته هذه ترجع مصلحتها إلى ثواب الصلاة وكمالها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منع غلاما ومنع جارية، فانتهى الغلام وغلبته الجارية ومرت، فقال عليه الصلاة والسلام: هن أغلب. وإذا مر مع قدرتنا على منعه فإن أجر الصلاة ينقص، لكنه لا يبطل الصلاة مروره، وإنما الذي يبطل الصلاة أربعة أشياء فقط لا غير. الأمر الأول مرور الحمار، والأمر الثاني مرور الكلب الأسود البهيم، والأمر الثالث مرور المرأة البالغة ليست الصغيرة، مرور المرأة البالغة. والأمر الرابع مرور الشيطان إذا علم المصلي بمروره وقدر على دفعه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والخلاصة من هذا الجواب أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط لأمر صلاته، فيمنع جميع من أراد أن يمر. فإذا مر بين يديه طفل أو طفلة صغيرة وهو قادر على أن يمنعهم فإن أجر صلاته ينقص، ولكنها صحيحة في ذاتها، والله أعلم.